السلام عليكم أحبائي وأعزائي، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، والأحوال ديالكم إن شاء الله تكون طيبة إن شاء الله. فاليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الدجاجات اللي كيجيو محمرين وكيجيو هائلين وكيجيو بنان، فلما لا ما نشاركهمش معكم. فكنتمناكم حتى نتوما تشاركوه مع الأهل ديالكم والأصحاب. غادي ندوزو المقادير إن شاء الله وطريقة التحضير ديالهم. فبسم الله على بركة الله غادي نوريكم المقادير. فهنا عندنا جوج دجاجات اللي حنايا غسلناهم، عندنا هاد العود ديال الغماغة ولا اليازير، عندنا جوج دامات ديال زعفران اللي درناهم في نص كاس ديال الماء سخون، ورا عندنا القزبر والمعدنوس، وعندنا 4 ديال الفص ديال الثوم، عندنا الملح، الابزار، الخرقوم، سكينجبير، هادو هما التوابل، وعندنا واحد جوج فلفلات حارين اللي غنضيفوهم، كيبقى اختياري نتوما بغيتو تضيفوهم ضيفوهم، ما حبيتوش ما تضيفوهمش. دونك انا ما ضفتش السمن، ضفتهم. عندنا واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتيه، وعندنا 3 البصلات متوسطين لونيون متوسطين هكا. وغادي ندوزو ان شاء الله نجيبو واحد الحامضه مصيره اللي غادي ناخذو داك اللوب ديالها، داك لانتيغيور ديالها الداخل ديالها، دونك هو اللي غادي نقطعوه باش نضيفوه مع ديك العطريه باش نعمرو به الدجاج. كنحاولوا ننزلوا داك اللب ديال ديك الحامضه هكا، غادي نقطعوه قطع صغيره. خليكم مع طريقه التحضير ديال الدجاج ونرجعوا معكم. بعد ما عمرنا الدجيجه ديالنا، دابا حنايا قطعنا دوك 3 البصلات بحال هكا يا شلضه، نديروا عليهم واحد 2 معالق ديال الزيت النباتيه، وغادي نضيفهم يتشحروا ان شاء الله. غادي نضيفوا دوك الدجاجات بحال هكا اللي درت ليهم انايا غير لي كوردون، فوالا باش شديت لهم ديك الرجيله ديالهم. غادي نضيفوهم ان شاء الله يتشحروا ونرجع معكم. ودابا غادي ندوزو باش نضيفو عليهم داك الضامة ديال الزعفران بحال هكايا، ما دابتش مزيان، دونك غادي نحاولو اننا نضغط عليها، وغادي نشحروهم ان شاء الله. وانا كنحاولو نضغطو على هادوك الحبوبات اللي بقاو. وبعد ما تشحرت معنا البصلة حنا ضفنا داك الكويس ديال الزعفران، غادي نخليهم بحال هكا، وغادي نغجوطيو عليهم ان شاء الله الماء. نحاولوا نقلبوا الدجاج بحال هكا على الصدر ديالو، لانه هو اللي كياخذ الطياب مزيان اكثر، كياخذ الطياب بزاف. نحاولوا نقلبوهم على الصدر ديالهم مزيان، وغادي نخليوهم بحال هكا. غادي ندوزو باش نضيفو عليهم ان شاء الله الماء، ونخليوهم حتى يطيبوا ونرجعوا معكم ان شاء الله. كنضيفو واحد ابوبخي نص سيترو ديال الماء، ودابا غادي ندوزو باش نغلقو عليهم ونخليهم حتى يوجدو ان شاء الله ونرجعو معكم. غادي نضيفو من بعيد واحد اليازير ولا الغماغة فوق منهم، وغادي نغلقو عليهم. فانا نسيت اليازير، غادي ندوزو باش نضيفوه. وانا كنضيفو داك العود ديال اليازير ولا الغماغة، وغادي نغلقو عليهم ونخليهم حتى يطيبو ونرجعو معكم. ورا بعد ما وجدو معنا الدجاجة طابو ودخلهم الطياب، دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نزلوهم في اللاطة، وغادي نديروهم في الفران حتى يتحمرو. بعد ما تحمروا لينا الدجاجات لاصوص كتجي بحال هكايا ثقيله خاطره بحال هكا، دابا غادي ندوزو ان شاء الله نقدموهم في الطبسيل. فوالا، بعد ما وجد معنا الدجاج فكنقدموه لكم بالصحة والراحة. كنتمناو هنا الإعجاب ديالكم وتشاركوه مع الأهل والأصحاب. فحنا زيناه بالحامض مصير،
ورافقناه مع ان سالاد ومع الفخيت. فكنتمنى هنا الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الاهل والاصحاب، ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى، والى اللقاء.